السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. معنا بعض المنتجات اللبنية وغيرها. أول حاجة معنا في الفيديو تجهيز 2-1 توشيبا. هو عبارة عن راديو AM واسطوانة صنع في اليابان. الموديل بتاعها جي بي شرطة 27 دي اي واي. جي بي شرطة 27 دي اي واي. هي وزن الاسطوانة ديت كيلو 750 جرام. ديست بايس اس توشيبا راديو ام اند فونو موديل جي بي داش 27 دي اي واي من ان جابان. تاني حاجه معانا في الفيديو ده جهاز 3-1 بيلسون اهوت. الموديل بتاعه 7725. عباره عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات اف ام وام اس دبليو وتلفزيون الوان 5 بوصه اهوت. الموديل بتاعها 7725 اهيت. صنع في اليابان. وزن الجهاز دوت 7 كيلو 250 جرام بالظبط. عرضه 42 سنتي في ارتفاع 15 في عمق 30. صنع في اليابان. زيست بايز اس بيلسون 3-in-1 راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب اند تي في كولر 5 انش موديل 7725 ميد ان جابان. معانا بعد كده دي شنطه 3-1 اسمها ساني بوكس. هي عباره عن شريط كاسيت وراديو متعدل الموجات اف ام وام وام واس دبليو واسطوانه. هي الموديل بتاعها 6000. دي بحاله ممتازه جدا. هي اسمها ساني فوكس صنعت في اليابان. ذيس ديفايس از ساني فوكس 3-in-1 راديو مالتي باند اف ام اند ام اس دبليو اند تيب اند فونو موديل 6000 ميد ان جابان. معانا بعد كده اول مره جينا في القناه ده جهاز بحاله المصنع تلفزيون الوان اهوت. ده اسمه ميتسوبيشي. ده تلفزيون الوان. الموديل بتاعه سي بي شرطه 100 كيو دي. سي بي شرطه 100 كيو دي. ده الوان 8 قنوات. هو بيشتغل بالكهرباء. ميتسوبيشي. وزنه 9 كيلو 800 جرام. 9 كيلو 800 جرام. ده تلفزيون 9 بوصه. عرض التلفزيون 28 سنتي في 36 عمق في ارتفاع 33 سنتي. اهو صنع في اليابان. زيست في از ميتسوبيشي ميد ان جابان. تي في كولر 9 انش ميد ان جابان. موديل سي بي داش 100 كيو دي. اهو ده بحاله المصنع تلفزيون 8 قنوات. معانا بعد كده ده كاسيت ناشونال راديو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت اهو. ده الجهاز دوت صنع في اليابان. وزنه 2 كيلو 800 جرام. الموديل بتاعه ار كيو شرطه 514 اف دي اس. ار كيو شرطه 514 اف دي اس اهوت. وزنه 2 كيلو 800 جرام. ذيس كاسيت از ناشونال باناسونيك راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل ار كيو داش 514 اف دي اس ميد ان جابان. معانا بعد كده اول مره جينا في القناه ده جهاز 3-1 اسمه رايزنج اهوت. معاه الاثنين سماعه بتوع بلاد اهوت. الجهاز ده اول مره يجينا. ال 3-1 شريط كاسيت هو وكمان كاترش في نفس المكان بالظبط. اول مره يجي الكلام ده اهوت. ده جهاز 3-1 وكمان راديو متعدد الموجات اف ام وام اهوت. الجهاز دوت السماعات بتاعته وزنها مع بعضها 5 كيلو جرام وابعادها 25 عرض في 12 سنتي. عرض السماعه 12 سنتي في ارتفاع 42. الجهاز وزنه 4 كيلو جرام. عرض الجهاز 49 سنتي في ارتفاع 11 في عمق 25 سنتي اهوت. صنع في اليابان. الموديل بتاعه اف تي ار شرطه 400 اس 403. اف تي ار شرطه اس 403 اهوت. صنع في اليابان اهوت. عباره عن زي ما قلنا شريط كاسيت وكاترج وراديو متعدد الموجات اهوت. زيست فايز از رايسنج ميد ان جابان راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب اند تيب ريكوردر موديل اف تي ار داش اس 403 ميد ان جابان. الشحات امام بيرسيتا كتير يعني. والله يا استاذ انا اعرف ناس محترمه ساكنه في مناطق شعبيه بيشتركوا مع بعض وعاملين زي جمعيه صغيره لنظافه الحي بتاعهم. الناس الواعيه اللي خايفه على بلدها. بعد لكم هذه الحلقه ولا الامير عرفت كل تحت انواعك زي كده.
كوكتيل اسماك كبير اكبر من اركان. ونتكلم اكثر واكثر. غربا واطفالا من راهم لا شعبي ولا راجل انا بحبك انا لو هكمل حبك انت معنا. بعد كده اول مره جينا في القناه ده راديو شاك، جهاز راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو، وفي كمان خاصيه الاير والفي اتش اف والتي في. الجهاز دوت صنع في الصين بس هو الاصدار القديم. ده راديو شاك بيشتغل بالكهرباء وكمان ادابتر وحجاره. وزن الجهاز ده 2 كيلو ونص بالظبط. ده جهاز بحاله المصنع. الموديل بتاعه 12 شرطة 795، 12 شرطة 795 اهوت. This radio is Radio Shack made in China model 12-795 made in China. وزن الجهاز زي ما قلنا 2 كيلو ونص اهوت. الجهاز بحالة المصنع. اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، في غضون ذلك أعلن حزب الله الدكتور أشرف صبحي وزير بمواد برحمة ودون عمر، اجعلها تشعر دائما بمكانتها ومكانها في قلبك ولا تخفي هذا. صغيرة في ورطة كبيرة ومناها جعلة كبيرة سامة وزير التمويل. معنا بعد كده كاسيت نشر بانسونيك، ده راديو اي ام و اس دبليو وشريط كاسيت اهوت. الموديل بتاعه ار شرطة 5210 بي اهوت، صنع في اليابان اهوت. وزن الجهاز ده 2 كيلو ونص. ذيس كاسيت از نشر بانسونيك راديو اي ام اند اس دبليو Made in Japan Model R-5210B Made in Japan. معنا بعد كده ده كاسيت نشر باناسونيك راديو اي ام اس دبليو وكمان شريط كاسيت. الموديل بتاعه RX شرطة 1550T، RX شرطة 1550T، جهاز بحالة المصنع هو. This cassette is national Panasonic radio AM and SW and tape model RX-1550T made in Japan. معانا بعد كده ده جهاز بنسميه اللي هو السلكه الخرشوفه، ده راديو اي ام، راديو متعدد الموجات اف ام واي ام اس دبليو وشريط كاسيت اهوت. الموديل بتاعه اهوت ار اس شرطه 4300 اف دي اس، صنع في اليابان. ذيس كاسيت از ناشونال باناسونيك راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل ار اس داش 4300 اف دي اس ميد ان جابان. جهاز بحاله ممتازه جدا اهوت، ده في اف ام. معانا بعد كده ده كاسيت ثاني والعروسه اللون الاحمر اهوت، ده راديو اي ام و اس دبليو بيشتغل بالكهرباء ادابتر 9 فولت و6 حجر قلم اهوت. ده صنع في اليابان. الموديل بتاعه ام 1950 اي اتش اهوت.
كاسة سانيو باللون الأحمر. This cassette is Sanyo Radio AM Disc W and Tape Model M 1950 AH Made in Japan. وكمان معاه ساعة ديجيتال هو. معنا بعد كده ده راديو بحالة المصنع، تليفون كان هوت إطار من الخشب لونه بني، ده راديو FM AM هوت، ده بحالة ممتازة جدا اهو. الموديل بتاعه جي فوت 5691، ده جهاز ألماني هوت. تقسيم خدمات الكهرباء وجود الإسكان يؤكد أن حجمها مشروع. ومعانا أجمل أوقات وبرامج بس معاك. من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم. طبعا دي ما بقوش موجودين. فين وفين لما هتلاقي واحد بالعافية؟ دي أراك الحديثة زي تطبيق هو كان واخد هداف البطولة في 2022 لما خدنا الميدالية الفضية. معانا بعد كده أول مرة جينا في القناة ده فيديو سوني بيتا ماكس اللي هو الشريط الصغير، أول مرة جينا هو ده سوني بيتا ماكس. الموديل بتاعه SL شرطة T7ME، SL شرطة T7ME صنع في اليابان هو. الجهاز ده وزنه 15.5 كيلو جرام، عرض الجهاز 48 سنتي في عمق 37 في ارتفاع 15 هو. This video is Sony موديل SL-T7ME made in Japan. معنا بعد كده برضو ده جهاز بالكرتونة، ده باناسونيك برضو هو بالكرتونة ومعاه الكتالوجات بتاعته هو، ده فيديو برضو باناسونيك. الموديل بتاع الجهاز دوت NV شرطة SP10AM، NV شرطة SP10AM هو. وزن الفيديو 3 كيلو 300 جرام بالظبط، عرضه 33 سنتي في عرضه 32 سنتي في ارتفاع 10 في عمق 29 اهو، صنع في اليابان. This video is Panasonic موديل NV-SP10AM made in Japan. اخر حاجه معانا في الفيديو ده برضو فيديو، ايوه ده برضو صنع في اليابان، جريد اهو ومعاه الكرتونه بتاعته وكمان الريموت والكابل الكهرباء بتاعه اهو. الفيديو دوت الموديل بتاعه VX شرطه FX1KER، وزن الفيديو دوت 5 كيلو جرام، عرضه 38 سنتي في ارتفاع 10 في عمق 35 سنتي اهوت، صنع في اليابان. دي كانت اخر حاجه معانا في الفيديو، ان شاء الله الفيديو نرجع بحضراتكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.